رح نحكي عن موضوع شائع ليا وكلنا عم نعاني مثل الكولون العصبي ووجع المعدة، ولكن نحن اليوم رح نحكي عن الكولون العصبي اللي بيأثر على حياة الإنسان وعنده أعراض مختلفة، طبعاً بتختلف من شخص لشخص. الكولون العصبي شو أعراضه؟ قديش بيسبب تعب، مغص ووهن؟ أكيد رح نتعرف عن كل هالتفاصيل مع الدكتور فهمي المبيض، اختصاصة هضمية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. صباح النور. يعني كل المشاهدين ناطرين هذا الموضوع ونحن ناطرينه أكثر. أول شيء خلينا نعرف الكولون هو بس عصبي ولا في له أنواع، ولا هو غذائي وعصبي سوا؟ كل مريض يشكو من الكولون، هي الكولون كلمة مختصرة لتهيج الكولون. تهيج يعني تقلصات غير نظامية تحدث بآن معا، يعني هو الأصول أنه يكون الكولون يتقلص بشكل متسلسل من بدايته لنهايته. عندما يتقلص بشكل غير متناسق مع بعض، يعني ممكن تقلصين بآن واحد، يحدث التهيج الكولون. وهذا التهيج الكولون بيكون له سببين رئيسيات، هو السبب النفسي والسبب الغذائي. وكل المرضى اللي عندهم تهيج كولون عندهم السببين معا، ولكن بنسب متفاوتة. نعم، يعني دكتور مثل ما قالت ليا هو بيختلف من سبب لسبب، مثل ما كمان ذكرت حضرتك تحت الهواء انه يمكن ظروف الحياة صارت شوي متعبة، لهيك عم نشوف كتار صار عندهم كولون بشكل يعني. وأيضا للغذاء تأثير، ولا الشيء النفسي، قديش العامل النفسي كمان له دور بتهيج الكولون؟ نعم له دور كبير، وهو عند بعض الناس دوره أكبر من ناس آخرين. يعني في ناس طبيعة حياتهم صعبة ومعقدة وفيها تفكير كتير وفيها حيرة بين أمور. نحن عادة الحالات اللي بيكون فيها خيارات عديدة وصعب الإنسان يأخذها بسهولة، هي بتعمل نوبات تهيج كولون. مثلا عمل، خطوبة، زواج، بدها قرار، هدول احيانا بيكونوا صعبين كثير والقرار فيهم صعب، لذلك بتصير نوبات تهيج الكولون. نعم دكتور، دائما الاعراض هي انتفاخ في منطقه البطن، وبيقولوا انا كمان بحس بتزيد ضربات القلب، بيضيق التنفس. خلينا نحكي عن يمكن اهم المظاهر او الاعراض يلي بسبب الكولون. طبعا هو آلام بطنية اولا، ثانيا انتفاخ. ليش كلهم بيقولوا زايدة بيطلع كولون؟ دائما لما بيكون التهيج كتير قوي بفكروا وجع زايدة. في جزء من الكولون هو قريب جدا من الزايدة. الزايدة هي منطقة زايدة من الكولون اصلا. فبصير التباس لانه بنفس المكان بصير الالم. عادة نحن بالزايدة بنعتمد على تحليل البول وتحليل الدم لنشوف اذا كان في عنا ارتفاع بكريات البيض، هذا بنصير بنروح باتجاه الزايده. تمام. الاغلب الحالات الحقيقه من لا فعلا هي تهيج كولون لانه بنفس المكان بتصير. كنا عم نحكي عن الاعراض لنكملها كمان، الامساك احيانا والاسهال احيانا، وفي عرض مميز ما بينوجد ابدا الا بتهيج الكولون هو تناوب الامساك والاسهال. تناوب يعني موجود الاثنين احيانا، عفوا بخروج واحد، واحيانا لا بخروجات متعدده. نعم. بيذكروا المرضى انه انا عندي امساك شديد واحيانا عندي اسهال شديد. هذا العرض صراحه لا يوجد ولا بمرض اخر الا بتهيج الكولون، بس طبعا مو موجود عند كل مرضى الكولون. دكتور ايضا في حالات يمكن بيوصل الى الشخص ما بقى يتحمل الوجع، ممكن احيانا يتشنج كل الجنب عنده ويحس انه عم يضرب الكولون على القلب. طبعا هو مو صرت احيانا يضرب على القلب، ولكن هذا الاحساس مزبوط ليا انه بتحس انه عم يضرب على القلب. في عالم تلجا ل دغري، او ممكن تاخذ ابره. يعني قديش بهيك حاله انه لازم يشوفوا طبيب مثلا قلبي او ياخذوا ابره بالمشفى؟ يعني طبعا الحالات درجات، مثل كل الامراض في انواع ودرجات. الجهاز الهضمي يعني او البطن عضو محدود، فاذا انتفخ زياده بتصير بيضغط على الاعضاء الاخرى. صحيح. يعني مثل حجاب الحاجز، حجاب الحاجز هو اللي بيفصل ما بين الكولون او بين البطن وما بين الصدر، فشيء طبيعي انه نحس بالام صدري او تقل بالصدر. مراجعه الطبيب القلبيه شيء جيد لانه القلب اهم من البطن،
يعني مخاطر القلب أهم من مخاطر البطن. فمراجعة الطبيب القلبية وأغلب العالم بتساوي هيك يعني، مو غلط هالشيء، بيطمئن على الناحية القلبية وبتابع الموضوع على أساس، إلا إذا هو صار اعتاد وبيعرف تماما هذا الموضوع. هلأ هو أهم شيء نحن نطلب من الناس، إذا أنت بالأساس تجيك هجمات شديدة مثلا من أكلة معينة تجنبها، وإذا أكلت قليل كمان هذا الموضوع حساس يعني. في ناس مثلا تنزعج كتير من البرد يعني، أو تغيير الطقس، تغيير الطقس مكيف مثلا بيشعل المكيف للصبح وبيقوم تاني يوم هجمة كولونية، هذا من فائدة أطباء الهضمية الحياة بيجول عنا يعني على يادي. بس بالنهاية هو إذا بدأ إذا ساعي الكهرباء دكتور، أنا ما عندي مشكلة بالكهرباء لا بالبيت بالبيت المكيف صحيح. فإذا كان يعني هو يتجنب الأسباب، نوعية الأكلات اللي بتزعجه بالعادة بيكون لطف من الهجمة، حتى لو أكل قليل بيكون لطف من الهجمة. هلأ السؤال إنه شو هي الأكلات اللي بتعمل هيك؟ يعني هذا أكيد كنت تسألوني هالسؤال. الحقيقة إنه لو بالدراسات الحديثة إنه مو كل الناس تنزعج من نفس الأكلة، في ناس تنزعج من أكلة وفي ناس أكلات تعتبر أشد منها ما بتنزعج منها. مثلاً الفليفلة الحدة والفليفلة العادية، في ناس بيزعجوا من الفليفلة العادية بس ما بيزعجوا من الحدة. المفترض أو المنطق والتفكير إنه نفكر بالعكس، الحدة اللي بتزعج أكثر. الحقيقة لا، في هيك ناس كتير. في أشياء بسيطة جداً، في ناس تنزعج من الخبز، في ناس من الحليب، في ناس من اللبن، في ناس من المعجنات، الفاصوليا، الفول، الحمص. تمام. يعني لذلك اقترحوا تسمية جديدة اسمها البصمة الغذائية التي تخص كل شخص لوحده على حدة. هذا الشخص بينزعج من كذا وكذا وكذا، حتى في تحليل الآن موجود بالمخابر اسمه البصمة الغذائية لفلان من الناس أو فلان من الناس، بيعطيك الأكلات المزعجة والأكلات المريحة والأكلات نص نص. هاي معلومة مهمة إنه نعمل تحليل، وعن جد غالي كثير التحليل، لا تعملوه. مثل دال صار فيتامين دال كمان غالي دكتور. يعني ذكرت حضرتك إنه كمان في أشخاص بتحس، هي من باب الحساسية أيضا، لأنه في أشخاص تتحسس من أكلة معينة وعالم لا، يعني كمان بيجوا كمان مثل ما بتعرف الأمهات الجدات، بطني عم يوجعني، إيه شربي كمون، شربي سخن، بيمشي الحال طبعا دون اللجوء للعلاج، لأنه آخر شيء بيفكروا فيه الكبار العلاج يعني بعد ما تتأزم الحالة. لأي حد المشروبات الساخنة ممكن تهدئ ولكن ما تعالج. هلأ يعني يمكن الأشياء النباتية والأعشاب دائما بتشتغل بالاشياء اللي بالاساس ما لها علاج، وللاسف الكولون ما له علاج. الكولون يعني، الكولون بالاساس هو علاج وتلطيف. يعني حكينا عن مضادات التشنج اللي ذكرناها تحت الهواء اللي حضرتك سالتيني عنها، هي هذا مو علاج، لا هذا مضاد تشنج، هذا مضاد تشنج بيروح الالام عندما تحدث. ولنفترض يوم قطشنا ممكن ما ننزعج ابدا. هلا بالنسبه للاعشاب، دائما الاعشاب بتظهر فائدتها بهي الأشياء. يعني أنا مثلا ما كتير بميل للأعشاب عادة طبعي، بس السعال كتير بميل للأعشاب، بحس إنه الأعشاب بالسعال فعالة كتير. طيب بالكولون كمان فعالة، والله في ناس كتير بتستفيد. أنا في ناس كتير ذكروني إنه الكمون، إنه الكمون بيزعجون، وفي ناس ذكروا إنه بيريحون. فهل مشروب معين ريحك؟ استعمله ما في مشكلة، كونه بالأساس نحن ما عندنا علاج وما عندنا شيء خطير. طبعا الشرط عدم التمادي بالموضوع، يعني أنا مو ضل عم استعمل مثلا أسبوع أو أسبوعين الدواء الشراب الفلاني وما استفيد وبعدين لأيمتى عم تستنى، لازم تراجع. هلأ وين خطورة الموضوع؟ أهمية المشكلة إنه نحن ممكن تكون تفسيرنا للحالة إنه هي هجمة كولونية ممكن تكون هي شيء تاني، في أمراض تانية تتظاهر بالآلام البطنية والانتفاخ مثل الأورام مثلا. ما بدنا نخوف الناس، مو كل واحد عنده كولون يعني عنده ورم أو بصير بيلتبس بالورم، لا، بس أنا في أعراض تانية بتنبئ بهالشيء. شخص الآلام كتير مستمرة ما بترتاح رغم المسكنات، شخص عنده إسهالات شديدة صارت مؤذية مزعجة أو إمساك شديد جداً توقفت أمعاءه عن الخروج، شخص نقص وزنه أو نقصت شهيته، شخص نزل دم مع الخروج أو استفرغ دم، هذا قطعاً تفكير بالأمور الثانية صار وارد. طبعاً مو بالضرورة كل مين نزل دم أو كل مين صار معه الإمساك الشديد أو الإسهال الشديد يعني عنده ورم، لا لا، لا ممكن يكون عنده شغلات بسيطة. بس هون مراجعة الطبيب للإطمئنان ضرورية، ممكن يكون التنظير
هو الحل الأمثل بهالحالة. دكتور حكينا بنقطة أنه ما له علاج أو لازم ننتبه على الأكل، لازم لما نعصب ناخد أدوية مخصصة واصف لنا إياها الدكتور، ولكن معقول لهلأ ما في له علاج أبداً؟ نعم ما له علاج. طبعاً على فكرة يعني الناس غير الأطباء دائماً بيظنوا أنه المعلومات الطبية تقريباً مكتملة، يعني أنه غير قابلة للتجديد يمكن هي، أو أنه يعني كل شيء معروف. كثير من الأمراض كثير من الأمراض مو معروف. الحلقة الماضية حكينا عن القرحة. القرحة نحن درسناها بالجامعة أساس هي حالة نفسية، وبعدين اكتشف فيما بعد بالصدفة وجود جرثومة موجودة بغير مكان، القرحة بغير مكان عم بتخترق الجدار المعدة وتروح للمكان اللي تعمل فيه القرحة. لذلك كان تشخيصه صعب وإلى علاج. وصلنا تمام. لعلاج يعني. نعم بالنسبة للقرحة نعم. أما بالنسبة للتشنجر كولون في قابل يظهر فيما بعد، في قابل أنه هي جرثومة أو مشكلة أخرى، وفعلا في دراسات صارت أنه صار يعطوا بعض مضادات الالتهاب بدراسات وليس للناس، يعني لقوا أنه في ناس تحسنت. فهل هي فعلا جرثومة قاعدة بمكان نحن لسه ما بنعرف وين؟ ممكن. فنحن من الناحية العلمية لازم نتبع شغلة هو بس تقلصات، لا في جرثومة ولا في شيء حاليا بالكولون. ما في بس لم هي يكتشف. تقلصات بالكولون. نعم هي تقلصات غير نظامية زايدة عن اللزوم أو غير متواقتة. أهم شيء بالموضوع نحن عندنا الكولون هو أنبوب لازم يتقلص بدايته بعدين يفرد، يتقلص اللي بعده ويفرد. هيك نحن نسميها الحركة الحوية، يعني تشبه الحية أو الأفعى، فبصير التقلصات على هذا النطاق. هذا بيخلي الفضلات والغازات تتصرف من الجهاز الهضمي بطريقة نظامية طبيعية. أما لنفترض أن التقلص حدث فرضا بمكان اللي اسمه الأعور بنفس الوقت بالكولون المعترض، هدول التقلصين حبسوا الغازات بهذا المكان. هذا السر اللي بيجي الناس بيقول لك أنا عندي غازات محبوسة، أنا ما أكلت كفاية لحتى ساوي هيك غازات، فشو المشكلة؟ سببه. بيكون هذا التقلصات. طيب هذا سببه شو؟ اتفقنا انه الغذاء له دور والناحية النفسية التفكير والعصبية له دور. طب لما انا يتشنج كولوني ويصير عندي طرقان بالقلب وضيق تنفس وحالة يعني كتير صعبة بغض النظر شو مخبصين بالاكل ولا في ستريس بالحالة النفسية، شو اول شيء بعمله؟ اول خطوة بالبيت غالبا حتى ارتاح لانه غالبا كل مريض بيكون بيعرف علاجه من خلال تجربته السابقه. تماما. مثلا في ناس ترتاح كثير على طارد الغازات. اوكي. هلا طارد الغازات فعلا ممكن يريح بسرعه. ناس بترتاح على مضادات التشنج. ناس بترتاح على شويه كمون. ناس مثلا اذا كان بردان بدفي بطنه شوي. بهالشكل يعني. ولكن معقول نوصل ناخذ بر مسكنات قويه؟ احيانا ايه. احيانا ممكن يصير دخول مشفى. تماما هيك اللي من داخل المرض المشفى. انا بذكر مريضه قعدت عند بالمشفى شهر كامل ما تركنا تحليل من التحاليل ولا صوره من الصور ونحن عم نفكر انه يمكن في شيء ثاني، اكيد في شيء ثاني نحن لسه ما انتبهنا له. نعم. طلع ولا اي شيء، كل المساله كانت حاله نفسيه. نعم. دكتور يعني ايضا تشنج الكولون ممكن يتطور، ففي كثير اشخاص بتزيد جرعه الدواء اللي عم تاخده، يعني مثلا مثل ما تاخذ حبه صارت تاخذ حبتين، ما في مشكله بهذا الشيء، ولكن زياده الدواء هل هو فعال ولا هو لا في جرعه معينه لتهدئه هذا الموضوع؟ يعني في كثير ناس عندها افكار خاطئه دكتور، يلا خدي حبتين كمان لسه حبتين ما بيأثر. شو يعني كلمه ما بيأثر؟ هلا هي معركه بالنهايه ما بين العلاج وبين المرض. تمام. احيانا السلاح البسيط العادي لا يكفي بمعركتنا، فبنستعين بدعم للقوات تبعنا. ممكن بدل الحبه حبتين او حبه تاني او حبه مهدئ، يعني بذكر انه كنا بقصه قديمه شوي، كان في طبيب هضمية مشهور كتير، كان عنده مرضى من النوع اللي كتير مدللين بظروف اجتماعية كتير قوية وراقية. كان هذا يحيروه وما بيردوا بيستعملوا من الأدوية السابقة، بيقولوا له أنه نحن أخذنا هذا الدواء، فمسكين كان شغلته بس يقعد يفتش عن دواء جديد. وأحياناً هذا الدواء ما بيكون كتير فعال بالحالة العادية، بس هو الحالة النفسية تبعهم تأثرت واستفادت، فكان يسألني في شيء جديد دواء جديد، شوف شيء دورني بالصيدلية شيء قصة شيء إبرة تانية كذا. يعني ما تستغربي إنه إذا حدا أحيانا عطى إبرة سيروم
مي يعني ممكن وممكن يستفيد لانه بالاساس العامل النفسي قوي. اللعب على الحاله النفسيه لانه العامل قوي كثير يعني فهذا الشيء وارد كمان. نعم دكتور، يعني حديث كثير مهم وعم نشوف كثير من الحالات المنتشرة، وخاصة هلا كل الوقت ستريس وكل الوقت تعصيب الكولون العصبي. في حالات يمكن خاصة واجهتها حضرتك فينا نستفيد منها قدام المشاهدين، هي كانت مثال لكولون او لعلاج الكولون العصبي؟ طبعا في حالات انه قطعا لازم تكون في مهدئات، هي لازم ننتبه لها انه في مو كل الحالات. في ناس بحبه مضاد للتشنج بتحل المشكله كامله. ديكلون شو وضعه؟ ما بفيد بهالحاله، هو مسكن عام بفيد لوجع الاسنان لوجع الدوره للصداع ممكن، هو مسكن للمفاصل. بيسالونا بالكنترول ابره الديكلون لاي درجه فعاله بعلاج او خلينا نقول بتهدئه الالم؟ هلا هي كتسكين الا ما تخفف شوي، لانه تسكين عام يعني بتقطع الصله ما بين الدماغ وبين المشكله، يعني بتقول له للدماغ انه تلطف الامر على الدماغ شوي، لانه هو دائما المسكنات بتعمل قطع للوصل ما بين المرض وبين الدماغ. اما مضادات التشنج فهي بتعالج المشكله، بتعالج صحيح. احنا بدنا نلجا للسبب. بس هل هذا مضادات التشنج هي حل نهائي؟ لا، غالبا مو حل نهائي، حل الهجمه الحاليه. اكلت انا من الاكله المزعجه الفلانيه وانزعجت كثير، نعم. ممكن اخذ حبه او اخذ ابره. بس اعطاء ادويه، نعم. لبعض الناس مضادات الاكتئاب بالذات ممكن تساعدنا باخذها لفترات أشهر أو سنين أحيانا، وفي ناس لا يمكن تنحل المشكلة بدون. عندي مريضة من فترة بسيطة فعلا ما تركنا لها شيء إلا عملناه، وكنا شاكين بأشياء خطيرة وطلع ما في شيء. طلع ما في شيء الحمد لله. وشو المشكلة؟ إنه هي عم تاخذ مهدئات، بس المهدئات اللي عم تاخذها لسه ما وصلت لمرحلة إنه تحل لها مشكلتها. يعني مثل ما قلنا كل واحد بيعرف شو هو علاجه وشو هي الأكلة اللي بتزعجه وشو هو الدواء المناسب، لأنه الكولون يمكن ما هو يوم ويومين، هو بيمتد لوقت كتير طويل. ولكن خلينا نحكي كيف فينا نحسن حياتنا اليومية بالختام دكتور، بممارسة الرياضة، بالإكثار من شو والتقليل من شو، خلينا نعطي بالنصائح. في نقطة هامة إنه أنا إذا بنزعج من أكلة معينة لازم خفف من كمية هاي الأكلة حتى لو ما امتنعت عنها. يعني معلش أكل منها بس كمية. إذا أكلت لقمتين ثلاثة مو مثل إذا أكلت صحن. يعني هيك بتصير الأمور ألطف. هلأ في ناس نوبات الكورونا عندهم ما بتكون يعني معيقة للحياة، ممكن يعيش فيها مقبول، بس إنه الأكلة المزعجة خفف منها. يعني مو يأكله ثلاث عرانيس مثلاً. عرنوس يعني. إيه يعني هو في بعض الأكلات هي لتغيير طعمة التم ولتغيير نموذج الحياة، مو للشبع. بهالمبدأ مثلاً الموالح على سبيل المثال، إذا أكلت موالح ممكن أكل كمية خفيفة موالح لأن الأشياء المتهمة بهالموضوع. في عنا شغلة عند الناس تفهم إنه هي مفيدة. حقيقة البصل والثوم من الأكلات المزعجة لمريض الكولون، لأغلب مرضى الكولون. الحليب، القشطة، البوزة. الحليب البارد ولا السخن؟ الاثنين مزعجين. أوكي. في شغلة تانية تلتبس ما بين الحليب وبين الكولون، في بالحليب سكر اسمه لاكتوز، هذا سكان الشرق الأوسط 90% منهم ما بيدروا يهضموه، لذلك اللي بيشربوا حليب بينزعجوا. فلذلك هدول كمان نبتعدوا على الحليب. الحليب ما عاد مفيد بعمر معين بعد عمر معين. يا ترى اللبن والجبنة بيزعجوا كمان؟ عند بعض الناس لا. إيه؟ عند بعض الناس إيه، بتكون الحالة كتير شديدة، بيكون عوز خميرة اللاكتوز اللي اسمها لاكتاز كتير شديد هون، حتى الجبنة واللبن بيزعجوا. الناس عندها نظرية بالعكس، إذا انزعجت اشرب كاسة لبن. نعم. الحقيقة مو مستحب هالشيء. لأنه مهدئ هو نفسي مو؟ ممكن لأنه هو المادة في له مادة بتهدي الأعصاب. تماماً. هلا الفول في مادة بتهدي الأعصاب بس ممكن يعمل تشنج كولون. الفول. هلا ليش في بعض الشعوب الفقيرة بتعتمد كثير على الفول؟ يعني بشبع وبهدي الأعصاب. منيح. يعني المصريين مثلاً. المصريين سندويشة فول الصبح وسندويشة طعمية المساء.
بتحل المشاكل، بشبع منيح وبيهدي الاعصاب. انا بفكر انه هو تقيل فهيك بنقعد من نصفهم عم طلع هو مهتم كثير. بيقول لك كان سمير غانم وبيبان على الواحد لما اكل فول يعني بيمشي بيقطع الاشاره الحمراء وما بينتبه انه فبيبان عليه يعني انه اكل فول. يعني مو حابين نخلص الحديث معك دكتور، وخاصه هي المواضيع الشائعه بيننا بين العالم اللي بيحب دائما الانسان يستفسر عنا، ونحن كثير حكينا واستفسرنا عنا كوننا كمان بالاكلين الضرب تبعوا على الكولون. نتشكر وجودك معنا دكتور، وان شاء الله بيكون لنا وقفات ثانيه للحديث عن مواضيع كمان مهمه. شكرا شكرا لكم. شكرا كثير دكتور. شكرا لوقتك ولمعلوماتك.